لو يا شباب خلونا نحل التدريبات يونت 1. الجرامر اللي خدناه جرامر سهل وبسيط جدا جدا جدا. خلونا نبتدي عند رؤى. وات يو يا مستر لازم تقري السؤال كويس جدا يا رؤى، وبلاش ممكن استعجال لان ممكن تبقى اسئله هاي بتحاول تخدع الطالب. لو ركزت في السؤال الاولاني هتعرف اللي هو اول سؤال فيه خدعه بسيطه. What you and your friends doing after school؟ اوكي ماشي سوي What is ولا are ولا am ولا was you and your friend doing after school؟ is لا لا لا، هو ما فيهوش خدعة كبيرة ولا حاجة يعني. اوكي سامي بس يعني مستني اهو. يو دي بتاخد ايه؟ يو بتاخد ايه سامي بتاخد ار طيب خلاص، بس انا ليه بقول ماشي لك تركية بسيطة؟ لان هنا what are you and your friends، هي دي فكرة السؤال. ايوه انت واصحابك لو شلتكم انتوا الاثنين حط مكان they. what are they doing after school؟ what are you and your friends doing after school؟ دي هتتجمع انتم هنا، مش they يا رب، ده انتم. what are you and your friends doing after school؟ هي خلاصة القول ار، وده الصح. طيب خدي السؤال الثاني كمان عشان الري رايتس يعني بيبقى صعب شوية. خدي السؤال اللي جاي. what can هوليداي، صيغه تعجب. يا ترى بقى هوليداي دي الاجازه الصفه بتاعتها يعني غير عاقل. احنا خدنا الكلام ده اللي الصفه بتاعته بتنتهي باي ان جي يبقى كذا، واللي الصفه بتاعته بتنتهي باي دي يبقى كذا. افتكري مع هوليداي وات ان، انترست ولا انترستد ولا انترستس ولا انترستنج؟ ثانية انترست عادي من غير أي حاجة لا، لأن interest دي بمعنى يهتم. طيب ندى عندك إجابة؟ interesting interesting. الحاجات يا شباب اللي بتنتهي باي ان جي غالبا للأشياء. زي ما أجي أقول لك this movie is exciting، الفيلم ده مثير جدا. This is this holiday, this is an interesting holiday. What an interesting holiday. يا لها من أجازة ممتعة مسلية. طبقنا القاعدة؟ طبقنا القاعدة. What an، لأن الصفة بحرف متحرك أهي، وحطينا holiday. فين الاسم؟ holiday. فين الصفة اللي بتيجي قبل الاسم؟ interesting. وأدي علامة التعجب. طيب rewrite the following sentences using the word sim brackets يا ندى. The exam is so difficult. الامتحان ده صعب قوي. هتلاقي بقى مثلا في الجمل so لازم تشيليها، ما انت هتستخدمي what. اسالك انا قبل ما تجاوب، فين الصفه؟ what فين الصفه؟ difficult. فين الاسم؟ exam. بس خلاص كده انت تعرفي تجاوبي، هو ده اللي انا عايز اسمعه. اكتبي الجمله بقى زي ما انا علمتك من شويه. what A difficult exam. What a difficult exam. ليه ما قلناش an؟ علشان دي. بالظبط. هل هسيب الجملة كده ولا في حاجة المفروض أعملها؟ علامة. اسمها exclamation mark، علامة التعجب. برافو ندى. داخلين في المود إن شاء الله كويس. What a difficult exam. ايه يا عم الامتحان الصعب ده؟ يا له من امتحان صعب. ياسين. وحيد visit his grandma next Friday. واحد بيزور جدته next Friday الجمعه الجايه. مضارع بسيط بتاع الاس. عايزين نخلي نفس الجمله مع visiting، اقولها ازاي؟ وحيد is visiting his grandma next Friday. بالظبط. ان انت بتستخدم زمن المضارع بسيط اعبر عنه بايه؟ مستقبل. برافو يا ياسين، كويس جدا يا شباب. وزي ما انتم شايفين تلاقي عقلك بيرجع لحاجه لما فهمت الشرح،
هو ده اللي بناء عليه تقدر تحل. روح عند مريم عم. The flowers, أما the flowers are beautiful, are very beautiful. Are very beautiful يعني الورود أو الزهور جميلة جدا. What؟ أنا قلت في الجمع نتحط إيه ولا آن؟ فين الاسم؟ Beautiful flowers. فين الصفة؟ Beautiful. أكتبي جملتك. What؟ What are beautiful flowers. أخبط وشي في سور حديقة؟ أنت لسه قايلين إيه؟ إحنا قلنا flowers جمع. أيوه flowers. طيب ليه أحط هنا إيه أو آن؟ ما ينفعش. لما flowers جمع حط صفة بس. ودي التدريبات اللي بتميزك، خليك فاهم. قاعد يقول لك المنهج English World صعب ومعقد ومش عارف إيه، لأ. هو عقلي بيرجع لحاجة. جمع صفة خلاص مش هحط قبلها لا إيه ولا آن. What beautiful flowers. يا لها من ورود وزهور جميلة. طيب عايز اروح عند منا. I will مستقبل. I will play music tomorrow. انا هلعب موسيقى بكره، هعزف موسيقى بكره. I am playing. اقولها ازاي؟ I am playing music tomorrow. بالظبط كده شطوره. I am playing music tomorrow. ازاي؟ انا عقلي مش قادر يقبل. Oh now now. لا مش لازم اقول now. لا 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 انا بشرح لهم بس انت ما خدتيش بالك. ممكن واحد عقله يقول له ازاي تومورو مع اي ام؟ هو ده درس النهارده، ان زمن المضارع المستمر بنعبر بيه عن خطط المستقبل ونحط تومورو ونكست داي ونكست فرايداي واي حاجه. سامر روح عند السؤال رقم 5. It was heavy rain. استنى، هو كلمه rain تتجمع ولا لا؟ لا مش حاجه اسمها rain. الله عليك، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. هنا مطر مش يمطر، مش فعل، ده اسم. طيب كده أنا حليت لك السؤال. شوف بقى هتعمل إيه. What heavy train. rain قصدي. What إيه؟ What heavy train rain. أيوه كده برافو. ليه يا مستر ما حطيناش لا إيه ولا آن؟ لأن ده ما بيجمعش. Uncountable. زي كلمة ميوزك على طول. What lovely music. يا لها من موسيقى جميلة. طيب وحشتوني يا أخوين. نرجع عند الأخوين. لا يا مستر. Hello hello. She wants to go fishing tomorrow. هي عايزة تروح تصطاد بكرة. أسألك أنا السؤال، فين الفعل في الجملة دي؟ مالكش دعوة باللي هنا، فين الفعل هنا اللي أنا أساسي اللي أنا عايزه؟ هي عايزة. لا فيشنج هو تعبير. بص يا مروان أو مهند، هو فيشنج ده فعل على بعضه كده، يروح يصطاد. شيل بقى أنت وونتس دي وقول لي جملتك. هي هتروح تصطاد بكرة. يبقى شي she is going to fishing. She is going to fishing. لا she is going to fishing. لا مين عارف؟ أخوك عارف؟ أنا. قول لي. She is going to fish tomorrow. الله عليك، حلو الكلام ده. لأن بعد going to تحس كده اللي احنا رحنا مستقبل. She is going to fish tomorrow. أو ممكن حد تاني يقول لي عنده إجابة ولا لأ؟ خليني رفعت الميوت. حد عنده إجابة؟ أمس She is going to go fishing tomorrow. To go fishing عادي. أنا لو جيت أطبق القاعدة اللي أنت بتقولها يا سامر. She is going to go fishing tomorrow. عادي على فكرة. ليه طيب؟ لأن هو ما بين قوسين She is going to go fishing مش عجباني. She is going fishing tomorrow. إيه رأيكم في جملة زي دي؟ مش حلو. يعني حلو يعني اي ان جي وراه اي ان جي شكلها ايوه مش حلوه. برافو. طيب she is going to ينفع اقول go fishing؟ اه ينفع. ليه؟ نمشي لك قواعد. مش انت بتسال جرامر اسئله، نمشي لك قواعد. اول حاجه is going to ها سوف كده انا لسه ما قلتش حاجه.
الفعل الأساسي go fishing. Go fishing. فكل ده أنا بس بقول لك هي ها تروح تصطاد بكرة. He's going to go fishing tomorrow. أو الحركة بقى الحلوة اللي قالها مش عارف مروان ولا مهند. She is going to fish tomorrow. هتروح تصطاد على طول. بدل لأن في فعل اسمه fish. أيوة. تخيل. Fish مش بمعنى سمك بس. بمعنى كمان يصطاد. طيب عايز أروح عند مروان ومهند. عارف مين فيكم اللي جاوب. Number 7. I like spending my next holiday in Sharm. عايز حد فيك يقول لي am spending. يعني تشيل like دي وتستخدم am spending. لحظة. عايز أبص بس على السؤال تاني. مش معاك الشيت؟ لا لسه ما صورتوش. أوكي. I am spending my next holiday in Sharm. برافو. نفس القصة. مضارع مستمر عشان أعبر عن المستقبل. I am spending يعني أنا بقضي my next holiday in Sharm. نروح عند رقم 8. نروح عند ياسين مختار. الناس الحلوة. Teddy wants to go to the mall next Friday. Teddy لا مستر حال رقم 8. They will take an exam soon. It's their plan. شايف الجملة بتاعت it's their plan دي؟ خليها زي ما هي. مالكش دعوة بيها. انت بقى قصتك في take a taking. نقولها ازاي؟ They. ايوه. They are. الله ده انت شاطر. They are. ما قلتش زي taking على طول. Taking. ايوه. They are taking. أنا عارف أنت ما معكش شيء. They are taking an exam soon. لأن كلمة soon an exam soon. بتاعت مستقبل قريبا. They are taking an exam soon. جملة تانية ماليش دعوة بيها. It's their plan. دي خطتهم. خشوا الامتحان قريب هم مقررين كده. برافو ياسين مختار. وسامة. أيوة يا مستر. Teddy wants to go to the mall next Friday. Is going. Teddy is going to the mall next Friday. وممكن اخلي going to ده الفعل الرئيسي. انا اقول شادي is going على طول كده بص to the mall next Friday. خليته الفعل الرئيسي. عادي. Teddy is going to the mall next Friday. Teddy is going to go to the mall next Friday. عادي بس انا هنا خليته الفعل الرئيسي going لان هو كده كده رايح. Daddy is going to mall next Friday. كده ما اعتبرتش ان ده مستقبل بصيغه going to وراها الفعل في المصدر. لا لا لا. انا اعتبرت ان going to الفعل الرئيسي. Daddy is going يذهب. شادي ذاهب للمول الاسبوع الجمعه اللي جايه. واللي انت بتقوله مش غلط. عادي يعني. طيب خلينا نروح نشوف عارف مين اللي داخل بالاسم ده؟ مين بيبو ده؟ ايوه يا مستر. انت عبد الله؟ ماشي يا حبيب. This is the most exciting holiday. امتع اجازه مثيره انا مريت بيها. بين الصفه بين الاسم قبل ما نروح نعمل علامه التعجب وصيغه التعجب بين الصفه. holiday؟ شفت بقى؟ ده اللي بيزعلني واحنا في سنه سادسه بقى. فين الصفه؟ يعني ايه اكسايتنج؟ اكسايتد يعني ممتع. طيب هي دي الصفه عربي. فين الاسم؟ هوليداي يعني اجازه. اجازه. هنا المفروض تقول يا لها من اجازه مثيره. وات؟ وخلي بالك ان اكسايتنج بتبتدي بإي حرف متحرك. اظن انا كده حليتها. وات؟ And the most exciting. غلط كده. مالناش دعوة بـ the. What an صفة اسم. What a صفة اسم. نغني. What an صفة اسم. What a صفة اسم. What an exciting holiday. What an exciting holiday. أنا بتدرب وكل حاجة بس ما ينفعش حد في سنة ست يقول له الاسم
تقول لي exciting happy مفعش ده صفة holiday الاسم school مدرسة اسم طيب عايز اروح عند سلمة hello hello they like driving to Alex at the weekend والله هم بيحبوا يسوقوا الاسكندرية مع نهاية الاسبوع اللي جاي الويكند اللي جاي are driving يعني تشيلي لايك وتكملي جملتك بقى ب are driving هم بيسوقوا الاسكندرية الاسبوع اللي جاي They are driving to Alexa, Alex. At the weekend. دي الراحة الأسبوعية. At the weekend. الأجازة اللي جاية. ماشي يا سلمى. برافو. كويس. عايز أروح عند يارا. ده سؤال سهل. This story is so funny. القصة دي أو سوري ال القصة دي مضحكة جدا. اعرفي ان بعد سوء بيجي صفة بس. لكن افاني يا لها من قصة مضحكة. افاني لازم تبتدي بايه في التعجب؟ What a fun? Funny. هو قايل لي عايز احط افاني What a funny story يا لها من قصة مضحكة طبقنا القاعدة ايوه طبقنا القاعدة اول حاجة يا لها what بعد كده ايه او ان والصفة اسم ايه او ان والصفة اسم لو الاسم مفرد هنا ليه ما حطناش لا ايه ولا ان لان الاسم جمع في ناس فيكوا عبقرة بتلقط مني كلمة ما بتنساهاش بيعرف يحل بالكلام اللي انا بقوله ده طيب كويس خلينا نروح عند اللي بعده عند زياد السؤال اللي بعده يا زياد هند is planning to study هند بتخطط تذاكر انجليزي الاسبوع اللي جاي مالناش دعوه بقى بس planning احنا عايزين studying هند هتذاكر انجليزي الاسبوع اللي جاي هند is studying بس ممكن تقولي الشيت حد استلم الشيت حاجة جميلة جدا أيوه هند is studying English next week دكتور برافو انت فاهم جرامر هو ده انا ماليش دعوة بالفعل اللي قبل كده هند is studying على طول مضارع مستمر بعبر عن صيغة المستقبل هند is studying English next مش عارف فرايداي ولا نيكست ويك هتلاقوا نفسكم مستريحين وهتلاقيني مستريح معاكم طول ما انتم مستوعبين وفاهمين نعيد الدور من الاول ندى I have my lunch in a restaurant انا خدت الغدا ناولت الغدا عجبني السؤال ده قوي يا ندى في المطعم now يعني حول الجمله دي من مضارع ده مضارع عادي مضارع بسيط have وهاز عادي على حسب الفاعل لمضارع مستمر ايه اللي خلاك تعرف ان ده مضارع مستمر يا ندى ناو قولي الجمله بقى I am ايوه taking لا 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 هو نفس الفعل my lunch لا لا هو نفس الفعل have في غلطه انا عاملها بس برضو الورد صلحها ماشي I'm having my lunch in a restaurant. هي كده فعلا ليه؟ لأن have بتنتهي بحرف الإي ولما نيجي نحط now. نعم؟ now. Now. دكتورة برافو عليك صح. لما بينتهي الفعل بإي بنحذف الإي ونحط ING زي have having close closing take taking وهكذا. طيب الجملة الأخيرة اللي معايا mud here is very strange الطين هنا غريب جدا الدنيا مطينة على الآخر ياسين هل mud دي ليها جمع؟ muds عارف إيه رأيك؟ ما أعرفش تعال نروح عند معلمنا جوجل أنا مش هبقى مقتنع ان mud بص يا ياسين لما باجي ادور عايزكم تتعلموا انتوا كمان mud is countable ولا uncountable ابتدي اشرح لي بص
قال لي ايه على طول؟ ترى كده؟ uncountable uncountable. خلاص الدنيا على وشي بقى، خلاص انا هقعد اوجع دماغي ليه؟ ليه انا بقول لك الحته دي؟ علشان انت تحل السؤال. ده حاجه uncountable. يا له من طين غريب. What is strange mud? هو ده بقى اللي انا بقوله. What strange mud؟ ايه؟ لان what strange هنا ما فيش لا ايه ولا ان، لان ده uncountable. وبالتالي بقول على طول what strange mud. يا له من طين غريب والدنيا معكوكه وكده. زي ما انتم شايفين رتمكم سريع وجمال ولطاف، ولسه اللي ما دخلش في المود هيدخل معانا واحده واحده. قبل ما نخلص يعني، في حاجه مهمه عشان تبقى متمكن من منهج انجلش وورلي، مش بس تحفظ لي الكلمات والجرامر. المره الجايه هنتكلم على الدرس بتفاصيله، نجيب بقى من الكتاب ونصور ان شاء الله، ونبتدي نشرح الدرس بتاع البركان والقصه اللي موجوده في اخر يونت 1 والكونفرسيشن والكلام ده. ولكن الجرامر ومذاكرة الاكسبريشنز والتعبيرات اللي قدامك دي مهمة جدا، لأن حضرتك عندك زمن المضارع التام السنة دي اللي احنا بنحتاج فيه التصريف الثالث. كلمة مكتوبة بالإنجليش وبالعربي والماضي بتاعها والتصريف الثالث، لازم مهمتك تذاكر. write, wrote, written, feel, felt, felt, draw, drew, drawn, understand, understood, understood, feed, fed, fed. عارف ان ده التصريف الثاني وده التصريف الثالث. known you known, fly flew flown, see saw seen, swim swam swum, ride rode ridden, leave left left. طيب ده كده ممكن نبقى نراجع الكلام ده المره اللي جايه. ولكن بتيجي بقى في الاختيارات الاسئله دي، يجي يقول لك مثلا fly over، يطير لفوق. حرف الجر اللي بيجي مع الارض in the ground ولا on the ground؟ طبعا حضرتك بتترجم ترجمه مصريه عربيه حرفيه، يقول لك في الارض، هي وقعت في الارض كده، لا هي على الارض on the ground. يلتقط pick up، يخرج come out of، يخرج من مكان. نوع ما kind of، يطلع لفوق ينطلق لاعلى go up، الميه بتطلع لفوق go up. go down، ينخفض لاسفل. shoot up، ينطلق لاعلى. know about، I know about ياسين. I know about him. أنا أعرف عنه كل حاجة. I know about science. أنا عارف عن الساينس. Arrive in، توصل مكان كبير. أي دولة. I arrive in Spain. لكن arrive at مكان. I arrive at the restaurant. مكان صغير كده المطعم. بنفسي هعمل ده on my own. بنفسي. I will take ياسين for a walk. أنا هاخد ياسين أمشيه كده أنا هو نتمشى. يبقى take فلان فور اوك للتمشيه. طيب ادي الصفه وادي عكسها. حبيبي لازم تذاكر الحاجات دي، بتيجي في الامتحانات وفي الاختيارات. سموث ناعم رف، وسموث زيها زي سوفت ناعم. طب اما بوتم قاع، اكتف للانسان نشيط. ليزي كسول، عليك انت كانسان، لكن لو بتكلم عن البركان نشيط اكتف. ما ينفعش اقول عليه ليزي فولكانو، غلط. quiet هادئ. extinct يعني خامد، قاعد كده ساكت. inside outside، cool heat، liquid solid. حريص careful، اما اجي اقول لك be careful. مهمل you are careless، انت ما بتذاكرش انت مهمل. careless ده الفرق. تلاقي كلمه less تيجي في اخر بعض الكلمات عشان تدل على معنى نيجاتيف وحش. careful careless dangerous same خطير آمن. gigantic عملاق small صغير. peculiar weird غريب. strange غريب. شايفين التلات كلمات peculiar weird؟ فالناس الفافي كده واحنا قاعدين في الشغل مثلا يقول لك it's somehow weird، غريب. it's weird غريب قوي. you look it's weird، غريب قوي. weird مش wired. بص الكلمة بتتكتب ازاي، وايرد يعني مربوط بسلك. وايرد بص الفرق هنا، ويرد يعني غريب. نكتب عشان الناس اللي بتحب الانجليزي مش بتحب المنهج دي. ويرد يعني غريب، وايرد يعني مربوط بسلك.
طيب peculiar, weird, strange, normal, normal. ما فيهوش أي مشكلة. خلي بالك عندنا أسماء مفرد وجمع nouns وplural بتاعها. وعندنا زي إيه بقى الكلمات دي؟ هنبدأ نعيده المرة الجاية بس أنا بعدي عليه تعدية سريعة. Some nouns بعض الأسماء أنت عارف إن هي بتنتهي بـ O زي potato, hero, tomato, volcano, flamingo. الكلمات اللي بتنتهي بـ O بعض الأوقات في الجمع بنحط لها ES وفي كلمات بتنتهي بـ O بنحط لها S بس عشان to make plural. احفظ بقى الكلمات تحفظها. الجزء اللي على الشمال نحط له ES وفي بعض الكلمات بتنتهي باتنين O نحط لها S بس. عقلك يبقى مذاكر اقعد ذاكر. potato potatoes, hero heroes, tomato tomatoes, volcano volcanoes, flamingo flamingos. هنا بس بتنتهي بـ O نحط لها S زي photo photos, piano pianos, people hippos, zoos, kangaroo kangaroos, flamingo flamingos متكررة, kangaroo kangaroos متكررة. طيب عندنا الصفة والاسم المجرد. هتفهم دلوقتي لو انت شاطر في العربي عارف لما اجيب الصفة ومنها الاسم. خائف خوف, خطير خطر. فين الصفة؟ frightened خائف, خوف fear. كان في اكس فاكتور وكان في fear وفي شوية برامج وحاجات كده وبتاع. dangers صفة لازم يبقى عقلك عارف ان دي الصفة. الاسم منها ايه؟ الخطر danger. dangers خطير, danger الخطر. سعيد happy, سعادة happiness. وانا ممكن من الصفة اطلع اسم؟ ايوه سعيد سعادة, happy happiness, عطوف kind kindness عطف, angry غضب anger. متخيل شيل الواي anger. beautiful beauty center, beauty الجمال, beauty الجمال. powerful قوي, power القوة. ومش هقول الديفينيشنز غير لما ناخد الدرس المرة اللي جاية. طيب الهوم وورك يا مستر اعمل ايه دلوقتي في الهوم وورك؟ والله الهوم وورك حضرتك ان انت تذاكر, ذاكر الكلمات عشان ما تحسش ان انا يعني ضغطت عليك ولا حاجة. ذاكر الكلمات, اتفرج على فيديو الشرح مرة واثنين بتاع الجرامر وبتاع حل التدريبات. والمرة اللي جاية هناخد الدرس عيد المصطلحات والتعبيرات تاني, يا ريت قروها. وهنحل التست اللي موجود على اليونت, تيست بيزد اون يونت 1 في صفحه رقم 8 و9. تقدر تحل منه, حل اللي تقدر تحله منه. مش هتقدر يا ريت بس تذاكر. لو ذاكرت بقى خدمت نفسك وخدمتني. النصيحه اللي هقولها, احنا في اجازه, انا مش داخل في المود, هتتعب هتعاني هيتراكم عليك الدروس. لكن لو ريحت نفسك كده كل يوم ساعة بذاكر خلاص نص ساعة هتلاقي الموضوع بقى سهل. ثلاث مرات كده تذاكرهم لغاية المرة اللي جاية هتلاقي الدنيا لطيفة. فاحنا كده خلصنا يا شباب. نزل ايدين كل الناس كده عشان في ناس رفع ايديها وانا مش عارف حد عنده سؤال ولا لا. فخلونا كده. طيب نزلوا ايديك اللي عنده سؤال بس يرفع ايديه. طيب انا مش عارف سامر عندك سؤال؟ ايوه يا مستر. في الصفحه 7 اللي احنا حلينا سؤال 15. ايوه. The mud here is very strange. ينفع نقول what very strange mud؟ انا مش هبالغ, مش هبالغ, لا مش هحط very. هي الهدف اللي انا اشيل so واشيل very. هتلاقي جمل فيها so, هتلاقي جمل فيها very. الهدف اللي انا اشيل الصيغه المبالغ فيها, ما هي اللي بتدل على المبالغه very. so طب ليه؟ لان اصلا صيغه التعجب انت هتتجنن. what a lovely music, يا نهار ابيض على الموسيقى الجميله. what a beautiful girl, ايه البنت فائقه الجمال دي. انت ما ينفعش تبالغ بصيغه تعجب. doesn't make any sense, ما ينفعش. ده سؤال كويس. عيسى ومريم اي اسئله؟ عيسى ومريم اي اسئله؟ ما بحبكوش. ده سؤال غريب لاني ما شفتكوش, ما اعرفش ليه ما ظهرتوش عندي
او الدور ما جاش عليكم، تفتكروا ليه مش هختاركم؟ يعني مثلا بحب اتنين ولاد عمي وانتوا لا، انتوا حبايبي وطلبه شاطره وكويسه وجميله، ولكن ممكن ناس تدخل متاخر، تدخل باسم غريب ما تظهرليش ما اعرفش ليه، لكن ما تقلقوش المره الجايه عندنا تيست هنحله على اليونت. اوكي يا شباب، ارفع الفيديوهات على الجروب. ثانك يو ايفري ون، وبالتوفيق يا شباب، نذاكر ونجتهد الفيديوهات النهارده بالليل او بكره الصبح. ثانك يو.